السلام عليكم ورحمة الله. عام ونصف مر منذ تحرير عدن، ورغم إعلانها عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية وتواجد الحكومة الشرعية فيها، إلا أنها لم تستقر أمنيا ولا حتى إداريا حتى اليوم، ناهيك عن شح وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والمحروقات التي تشهد انقطاعا من حين لآخر. تواجد مركز الدولة وسرعة تطبيع الأوضاع الأمنية واستئناف العمل القضائي بات أولوية تستدعيها حالة القلق التي يعيشها سكان عدن وما حولها. وفي هذا السياق تحث الحكومة الخطى لاستكمال إجراءات إعادة ترميم وتأهيل أهم الدوائر الأمنية. فبالأمس القريب افتتح وزير الداخلية اللواء حسين عرب مركز العمليات المشتركة للقيادة والسيطرة في العاصمة المؤقتة عدن. المركز يحتوي على وسائل اتصال معلوماتية وتقنية حديثة من شأنها الإسهام في تحسين أداء منظومة القيادة والسيطرة لجمع المعلومات وسلاسة تحليلها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن. في حلقة اليوم من بين قوسين نناقش أهمية تفعيل الجهاز الأمني والقضائي في عدن باعتبارها الخطوة الأهم لترسيخ قيمة الدولة، ليس في عدن فقط بل في مختلف المحافظات. سيكون معنا في هذه الحلقة عبر السكايب من عدن الصحفي فتحي بن الأزرق، وسيكون معنا أيضا عبر الهاتف المتحدث باسم محافظة عدن نزار هيثم، وعبر الهاتف أيضا القاضي صباح علوان عضو نيابة استئناف عدن، وأيضا عيسى الثريب رئيس دائرة التأهيل بنادي قضاة اليمن في عدن، وكذلك سينضم معنا من العاصمة المؤقتة عدن اللواء علي ناصر بن لخشع نائب وزير الداخلية. قبل النقاش نذهب لفاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الناشط والصحفي فتحي بن الأزرق من عدن. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ فتحي. في البداية، الوضع الأمني والقضائي في عدن، صف لنا الوضع. الحقيقة أن الوضع في عدن بعد أشهر قليلة سنحتفل بمرور عامين على تحرير المدينة، لكن للأسف الشديد بعد عامين من تحرير مدينة عدن لم يتحقق الكثير على الصعيد المحلي للمدينة، سواء كان على صعيد الصعيد الأمني، صعيد الخدمات العامة، صعيد أداء الحكومة بشكل عام. الناس في عدن للأسف الشديد بعد عامين من تحرير عدن يقفون في نفس المسافة التي خرجت من عندها ميليشيات الحوثي، والأسباب في هذا الإطار كثيرة ومتعددة. هناك حالة ضعف كبيرة لدى الحكومة الشرعية في الاهتمام بمدينة عدن، هناك حالة ضعف ربما تقوم أو أداء الأجهزة المحلية في عدن يشوبه الكثير من الضعف في بخصوص الكثير من المشاكل. تحدثنا أكثر من مرة وقلنا أنه الوضع في عدن هو بحاجة إلى ضبط أمني أولا، وجود جهاز أمني واحد يخضع لإدارة أمن عدن بالتنسيق مع وزارة الداخلية، دفع الحكومة الشرعية لمرتبات الناس للإيفاء إيفاءها أيضا بكافة متطلبات الحياة العامة في عدن. أنا شخصيا لا أستطيع أن ألوم طرف معين وأن أتجاهل طرف آخر، لكن أرى أن كل الأطراف التي تولت إدارة الأمور في عدن فشلت فشلا كبيرا، لكن الناس حتى اللحظة لا زالوا يعلقون الكثير من الآمال أن يتغير الوضع في عدن. الناس بحاجة إلى ضبط أمني أولا حقيقي، وثانيا بحاجة إلى تحسين الخدمات في عدن. وضع الكهرباء في عدن اليوم هو في أسوأ وضع ربما منذ عقود، وضع الماء أيضا، وضع الخدمات العامة الأخرى. المشكلة في عدن أنا لا نستطيع مثلا أن نصل إلى طرف معين يتحدث أو يلقي اللوم على الطرف الآخر. كل الأطراف تتحدث أن هناك من خلال اطلاعك أستاذ فتحي، لكن غياب التنسيق. من الذي يعيق عدم تفعيل الجهاز الأمني والقضائي في عدن؟ أنا شخصياً أعتقد أنه عدن مثل أي مدينة يمنية لا تزال تعاني من ظروف الحرب. الحرب لا تزال في اليمن دائرة، وهناك حكومة في صنعاء وهناك حكومة في عدن، والوضع منقسم. هذا الوضع أثر بشكل كبير على وضع المدينة.
نعم. الوضع العام في عدن يعني لا أستطيع أنا أن أحدد طرف معين، لكن أعتقد أنه الحكومة الشرعية تتحمل الكثير من المسؤولية، هنا هي الطرف الأكبر قدرة على تحريك الملف الأمني في عدن. أيضا هناك أطراف أخرى، أطراف محلية في عدن يتوجب عليها أن تتحرك، يتوجب عليها أن تبذل الكثير من الجهود وتوحيد الجهود لإيجاد عمل أمني واحد ومشترك. نعم، إذا تعدد ربما أطراف المسؤولية في عدن هو السبب الذي يقف أمام هذا الاختلال من خلال ما ذكرت فتحي. نعم، في عدن حاليا أكثر من جهاز أمني، هناك إدارة أمن عدن، وهناك الحزام الأمني، وهناك القوات الخاصة، وهناك الشرطة العسكرية، وهناك ألوية الحماية الرئاسية، وهناك المنطقة العسكرية الرابعة، وكل هذه الأدوات تعمل بشكل منفرد ولا تعمل بشكل منظم أو منضبط. تحدثنا أكثر من مرة وقلنا قبل أكثر من عام اليوم بأن عدن بحاجة إلى أمرين اثنين، الأول وجود قوات أمنية واحدة تخضع لوزارة الداخلية وإدارة أمن عدن، وجود قوات عسكرية واحدة تخضع لغاية المنطقة العسكرية الرابعة. لكن المؤسف أن في عدن كل صاحب معسكر يملك سجن خاص فيه وقوة ضبط خاصة فيه. عمل هذه الأجهزة المنقسمة أو المفصلة فيما بين البين بشكل عشوائي ينعكس أساسا على حياة الناس، ينعكس على الوضع الأمني، ينعكس على الوضع العسكري. لا يمكن لأي قوة مهما كانت تبلغ من عشرات الآلاف من الجنود أن تضبط الأمن في أي مدينة وهي منقسمة أساسا أو تعمل في إطار منفصل، كل قوة تنفصل أو تعمل بشكل منفصل. الناس في عدن كررناها أكثر من مرة وسنكررها مجددا، نحن بحاجة إلى جهاز أمني واحد يخضع لقيادة واحدة، إحنا بحاجة لقوات عسكرية تخضع لقيادة واحدة. من بيده القرار؟ نعم أستاذ فتحي، من بيده القرار لتوحيد هذه الأجهزة الأمنية تحت جهاز واحد تابع للدولة وتكون مهمته واحدة وعدم وجود هذا الانقسام الحاصل الآن؟ في الوضع الطبيعي الأمر سيكون بيد جهتين اثنين، الجهة الأولى هي الحكومة الشرعية والرئيس عبد البر منصور هادي بالتنسيق مع المحافظ مدير أمن، يمكن الوصول إلى خطة عمل مشتركة. لكن للأسف الشديد وهذا شيء لا يخفى على كل الناس أن عدن منقسمة بين أطراف مختلفة، وهذه الأطراف للأسف الشديد تناوئ بعضها البعض. المناوئة هذه الحاصلة اللي في عدن بين هذه الأطراف والمشاكل السياسية والصراعات انعكست أساسا بشكل سلبي على وضع الناس. لو أن هذه الأطراف ابتعدت عن خلافاتها السياسية، عن المماحكات، عن البحث عن الخلافات، وسعت لتوحيد جهودها، أعتقد أنها ستصل خلال فترة قصيرة إلى برنامج عمل أو عمل منظم لوزارة الداخلية لإدارة الأمن لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة. لكن حالة الانقسام الموجودة في عدن التي لم يعد بالإمكان أن ينفيها أي طرف أو يخفيها، حالة الانقسام هذه أثرت على الوضع العام في عدن، أثرت على وجود عمل وزارة الداخلية، عمل إدارة الأمن، عمل كل القطاعات. هناك صراع في عدن وهذا أمر الكل يعرفه. نعم. إذن يجب أن يتوقف هذا الصراع، وضع الناس لا يحتمل أي صراع جديد أساسا. يعني يجب أن نرى قوة أمنية موحدة وقوة عسكرية واحدة، وأن يؤجل المختلفون خلافاتهم إلى مرحلة لاحقة، على الأقل يحترم الناس في الوقت الحالي، وأن يسعوا لتأمين عدن، توفير الخدمات، ونحن لازلنا نعمل الكثير بهذا الخصوص. نعم، طيب أستاذ فتحي تكرم بالبقاء معي ونشرك معنا في الحديث المتحدث باسم محافظة عدن الأستاذ نزار هيثم. مساء الخير أستاذ نزار. مساء النور، أهلا بك سيدي الكريم. مرحبا بك. كما ذكر الأستاذ فتحي بن الأزرق، هناك انقسام في الأجهزة الأمنية، هناك عدم تفعيل لدور القضاء لحل قضايا الناس. أين تقف السلطة المحلية اليوم من توحيد كل الأجهزة وتفعيلها؟ سيدي العزيز، هناك أيضا نظرة سوداوية مقررة دائما أن هناك خلل بالأجهزة الأمنية، لكن يجب أن يعلم الجميع أن من الطبيعي جدا أن تعاني مجتمعاتنا من الجهل بكيفية إدارة هذه الدولة وما هي مسؤوليات الأجهزة الأمنية أو حتى المرافق العامة. الكل يعلم أن البلد في حالة حرب، ولا زالت الحرب متواجدة في الجبهات، وهناك الجميع متفق حول أن الخلل ليس في عمل الأجهزة، بينما الخلل هو في استمرار هذا الحرب وأثره على بقية عمل الأجهزة الأمنية وأيضا القضائية. عدن كعاصمة عانت مثلها مثل بقية المحافظات الجنوبية،
منذ ما بعد 94 من فكر احتلالي استيطاني وسلطات قمعيه اسست للجهل وللغش وللفساد، ليس فقط في المدارس والجامعات وانما وصل ايضا للقضاء. حتى القضاء باتوا هم مستهدفين، لا يراد لهم ان يعودوا الى العمل لانهم يعلمون ان مستهدفين من من استاذ هيثم؟ المحافظات الجنوبية، وهي الآن ميليشيات انقلابية تسعى دائما لعمل هذه الخلخلة في أجهزة القضاء. طبعا للأسف يعني هناك الفكر الذي نراه من محاولة استغلال بعض الأطراف في عملية نشر فوضى، أو هذه للأسف استغلال فقط لآلية الجهل التي حدثت من سابق، ويحتاج المجتمع أن يعمل جنبا إلى جنب السلطات المحلية في عملية التوعية، في عملية زرع الفكر الريادي وكيفية الإيجابية في بناء المؤسسات، ولو نساهم نهائيا في إيقافها أو تدميرها. نعم استاذ يعني نزار، مع التسليم بكل النقاط التي ذكرتها، لكن ربما هذه النقاط منذ تحرير عدن من اليوم الاول وانتم في السلطه المحليه تكررونها بنفس يعني بنفس الكلام الذي اصبح ربما الناس لم تعد تثق فيه. انتم كسلطه محليه الان يقول لك لا توجد هناك يعني امامكم اي عراقيل من اجل تفعيل الجهاز الامني، من اجل تفعيل القضاء. الناس يعني باتوا يشكون ليل نهار في محافظه عدن سنتين منذ التحرير. هذا كلام غير صحيح. واجبنا الاخلاقي كسلطه محليه هي الوقوف دائما مع امن المواطن والمجتمع، والكل يعلم ما بعد التحرير كيف كانت تعاني العاصمه عدن من حالات للاسف الكل يعلمها، ان هناك كان هناك فوضى وتواجد لعناصر ارهابيه. كانت ضحيتها الشهيد جعفر رحمة الله عليه، المحافظ السابق لعدن، ولا نريد هذه التجربة أن تتكرر مرة أخرى. وخلال السنة الماضية كان التركيز هو على الجانب الأمني، ولله الحمد الكل يعلم حاليا ماذا تعني العاصمة عدن من أمن واستقرار لأهلها. عملية التهوين حول موضوع الخدمات هذا كان يجب أن يتم التركيز حول آلية عمل الحكومة، ماذا تعمل الحكومة خلال المرحلة الماضية من عمل السلطات المحليه في الجانب الامني. هل تفعيل الاجهزه استاذ نزار، هل تفعيل استاذ نزار اسمح لي معذره على المقاطعه، هل تفعيل الاجهزه الامنيه والقضائيه مهمه الحكومه ام مهمه السلطه المحليه في عدن؟ سيدي العزيز، هناك البعض يعمل خلط وخلط متعمد فقط لتشويه الامن وتحميله الاخطاء المزعومه. هذه القضايا التي يراد بها حق للاسف هي الكل يعلم انها مسؤوليه مجلس القضاء الاعلى، هي السلطة الإدارية العليا المختصة بشؤون السلطة القضائية في البلد وفق القانون. لديه سلطة أساسية في إدارة وتشغيل نظام المحاكم وعمل النيابات، وهو يحصل على دعم مباشر من الرئاسة وأيضا من السلطة المحلية، والكل يعلم هذا. وطبعا هي مشرفة من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل والنائب العام واعتقد أمين العام المجلس. هناك أيضا تواجد مستمر لهم حاليا فضيلة القاضي الدكتور علي ناصر رئيس مجلس القضاء حاليا متواجد في عدن، وايضا رئيس المحكمه العليا القاضي حمود المسار، والنائب العام ايضا علي احمد العوش. هنا هم المبادرين بعمليه تفعيل هذه المحاكم، ودورنا مساعدتهم بقدر الامكانيات المتاحه حاليا. نعم، طيب استاذ نزار اسمح لي ان اعود للاستاذ فتحي بن لازرق. استاذ فتحي، الاستاذ نزار هيثم يقول بان هناك نظره سوداويه و يعني خلط أيضا في المهام ما بين السلطة المحلية وما هو واجب على الحكومة، وأنتم أيضا تحاولون يعني إثارة كل ما هو سيء والتغاضي عن الجوانب الإيجابية التي حققتها السلطة المحلية في محافظة عدن. الحقيقة أن كلام الأخ نزار فيه شيء من المصداقية وفيه شيء من الخطأ. نعم. المصداقية هي أن هناك حالة أمنية جيدة في عدن، نحن حاليا في عدن ننعم بالكثير من الأمن والأمان مقارنة بالأعوام الماضية، لكن نحن نتحدث عن نظرة مستقبلية يجب أن تسود في عدن. الأمن الحالي في عدن هو أمن جيد، لا خلاف على هذا، الوضع الأمني في عدن هو جيد، لكن لكي يستمر الأمن هذا ولكي تعمل الإدارة الأمن بشكل صحيح، مؤسسات الأمنية بشكل صحيح، يجب أن تكون هناك آلية لتنظيم العمل الأمني في عدن. وتنظيم العمل الأمني لن يتم إلا بإيجاد جهاز أمني واحد، هذه نقطة أولى.
والنقطة الثانية هي تفعيل الأجهزة القضائية في عدن. نحن بحاجة لتفعيل الأجهزة القضائية مثل ما هي مفعالة في المكلا، مثل ما هي مفعالة في المهرب، مثل ما هي مفعالة في مارب، في محافظات أخرى. عدن لا ينقصها إلا تفعيل الأجهزة القضائية وتوحيد الأجهزة الأمنية، هذا من جانب الأمن. أما موضوع الخدمات فوضع عدن كل المواطنين في عدن يشكون سوء وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمات في عدن وخصوصا قطاع الكهرباء. أتفق مع الأخ نزار فيما يخص مسألة أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تبذل الكثير من الجهود، لكن أيضا في هذا الإطار لا يمكن القول أن السلطة المحلية لا تتحمل أي جزء من المسؤولية، لا، هي تتحمل الكثير من المسؤولية بصفتها سلطة تنفيذية موجودة في عدن، هي مسؤولة عن حياة الناس في عدن، هناك محافظ وهناك وحدات إدارية في عدن يجب أن تشتغل بشكل صحيح. لكن أيضا نحن لا يجب أن نتجاهل حكومة بن دغر، لا يجب أن نتجاهل الرئيس هادي والرئاسة، ولا نقول مثلا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية. نعم يتحمل الرئيس هادي مسؤولية كبيرة تجاه عدن، يتحمل بن دغر مسؤولية كبيرة تجاه عدن، وتتحمل المحافظة المسؤولية تجاه عدن، لكن المشكلة الحاصلة في عدن أن الثلاثة الأطراف هذه لا تعمل، أو كل طرف يلغي المسؤولية على الطرف الآخر ويقول نحن اذهبوا إلى الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية يقولوا نحن عملنا لكم محافظ وسلطة محلية ويجب عليهم أن يعملوا. نعم. والواجب والصحيح لكي يكون الانتقاد سلمي وإيجابي يجب أن نقول للثلاثة الأطراف اعملوا لأجل عدن وحركوا ملف الخدمات، حركوا كافة الملفات لكي تتمكن الناس من النهوض بحياتها، لكن أن نلقي المسؤولية على طرف وأن نتجاهل الطرف الآخر هذا غير ممكن وغير مقبول. أستاذ فتحي، إذن من خلال ما طرحت ومن خلال ما طرح نزار ومن خلال ما نتابع، إذن هناك حلقة مفقودة، وربما البعضنا سأكون أكثر شفافية بطرح هذا السؤال لأن الكثير يتحدث عنه، ونريد ربما يعني نستوضح منكم أنتم كصحفي أنت في عدن وأيضا الأستاذ نزار هيثم. البعض يقول بأن يعني مثلا يعني التحالف العربي، أطراف التحالف العربي أيضا لها دور أسهم في يعني بقاء عدن بهذه الصورة. طبعا التحالف العربي في كل الحالات هو يعني أمر طارئ بسبب ظروف الحرب، في الأخير في حينما ستنتهي الحرب وسيتوصل اليمنيون إلى تسوية سياسية سيغادر التحالف، وفي الأخير سيكون اليمنيون في كل محافظة هم المسؤولون عن إدارة مناطقهم، فلا يمكن القول مثلا أنه يجب على التحالف أن يوفر لكل الناس في اليمن ما يريدونه أو ما تطلبتهم، في الأخير هذه دول خاصة لها شؤونها الخاصة، لا يمكن أنا مثلا أن أطالب الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أن أفعلوا للناس كذا وكذا، لا، ربما هم سيفعلون الأشياء الشيء مما يستطيعون أن يقومون به، لكن في الأخير نحن بلد، وفي الأخير هذه البلد لها إرادتها ولها نفطها ولها مواردها الكثيرة التي يجب أن أولا أن ترشد أو أن تضبط أو أن تورد إلى خزينة الدولة. إذا وردت الأموال الخاصة بالدولة إلى خزينة الدولة فأنا شخصيا أعتقد أنه لا عدن ولا أي محافظة يمنية بحاجة إلى أي طرف آخر سواء كان عربي أو دولي، على الأقل على الأقل في المستوى الأدنى من الخدمات. أقصد أستاذ فتحي، أستاذ فتحي صعب للغاية. نعم أستاذ فتحي، ما قصدته في سؤالي حتى نغلق هذه النقطة تماما هو الاختلال الحاصل في الأجهزة الأمنية والقضائية وعدم تفعيل وجود الدولة، لا أتحدث مثلا عن دعم لتوفير خدمات معينة مع أيضا أهمية هذه الخدمات المفقودة فعلا في عدن. من الناحية الأمنية والعسكرية التحالف يملك السطوة في عدن وفي اليمن بشكل عام أو في المناطق المحررة، في النقل في المناطق المحررة، إذا أراد التحالف أن يضبط الأمور في عدن فأعتقد أن لا يمكن الوقوف أمامه، ويمكن أن يجمع كل هذه القيادات العسكرية وأن يصدر لها توجيه أو أن يصل معها إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية، أو لا نقول تسوية سياسية لكن بشأن تنظيم العملية الأمنية، تنظيم العملية العسكرية. قيادات أمنية وعسكرية غادرت عدن قبل حوالي أكثر من شهر إلى الرياض والتقت بمسؤولين هناك ومن ثم عادوا وغادروا قبل يومين. نعم. إذا هناك كلمة يجب أن توجه إلى الإخوة في التحالف فنتمنى أن تكون الكلمة هي أن يكونوا طرف فاعل وضاغط بشكل قوي لأجل استقرار الوضع في عدن، لأجل توحيد الأجهزة الأمنية، لأجل توحيد القوات العسكرية، لأجل إنهاء حالة الفوضى. لكن
الحقيقة وهذه حقيقة مرة أنه الخلافات التي نشبت مؤخرا بين دولة الإمارات والرئيس هذه أثرت بشكل كبير على الوضع في عدن. انقسمت الأطراف ما بين طرف مؤيد للرئيس هذه أو طرف مؤيد للإمارات، وهذا انعكس للأسف الشديد بشكل سلبي، بينما نحن كمواطنين نتمنى أنه الإمارات والحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية كل هذه الأطراف أن تعمل بشكل منظم بشكل موحد، الجميع أساسا يشارك في معركة واحدة ضد الانقلاب وليس في من مصلحة نعم حد لأجل إنهاء الانقلاب أن تكون هناك معارك داخلية في عدن أو في أي محافظة أخرى. طيب أستاذ فتحي تكرم بالبقاء معي وأيضا الأستاذ نزار هيثم، سنذهب الآن لمتابعة تصريحات من الميدان من أبناء محافظة عدن، نطلع بصورة أدق عن الوضع من المواطن الذي يتعرض لكل المشاكل في هذه المحافظة، ومن ثم نكمل النقاش. توفير الأمن خاصة لأعضاء النيابة والقضاء وكذلك المحامين، يعني قد المحامين نفس الشيء قد يكون مهددين في بعض القضايا، وهذه أسباب لعودة القضاء. يعني تكتر القضايا، تكتر السرقات، تكتر فضروري يعني اقسام الشرط شيء واجب من التواجد. ارضاء اعراض المحاكم دليا انه من اصبح معه قضيه او معه مشكله او معه شكوى ولا شيء ما يعرف لا وين عاد يتجه، يعني يشتكي للمحكمه او للنيابه او للشرطه، واصبحنا دليا اصبحت كانه ما فيش يعني اصداقيه بهذا الخبر، يعني كل ما تروح مكان كله عباره عن اشاعه وهميه كله. يعني مطالب الدوله بتوفير رواتب الموظفين، يعني شبه معدوم. أنا أتوقع الأقسام ماشي لأنه ماشي رواتب، أصبح الأمن دحين العسكر بلا رواتب، تجي لهم الرواتب كل 3 شهور، هذا يجي الراتب بعد ما أخذوه أرواحهم تخرج، الناس تراكم عليهم الديون وكذا، إن شاء الله يهتموا بهذا الشيء. المواطن إيش يحلها يعني قضايا شخصية، قضايا يعني أراضي، أي مشاكل فيها ضروري محاجة للمحاكم، وبدون المحاكم يعني كأن الإنسان يحس نفسه كأنه يعني مهدد بأي شيء، ما فيش أي جهة تحميه. فنتمنى من عودة المحاكم يعني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا مجددا، وأعود إلى الأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم محافظة عدن. أستاذ نزار، ألا تخشى السلطة المحلية من استمرارية هذه الاختلالات وانعكاسها أيضا على الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الوطني والسلطة المحلية في عدن؟ أنا أتفق مع الأستاذ فتحي أن إجمال الأمور في عدن مثل ما قال هي ولله الحمد تسير سيرا طبيعيا ولله الحمد، ولا ننفي أن هناك بعض الإشكاليات التي قد تحدث ما بين وقت وآخر، ولكنها في إطار التباينات الطبيعية المصاحبة لعملية بناء الأجهزة. أجهزة الدولة لا يمكن أن تبنى بشكل صحيح وبشكل سريع، لابد أن تأخذ وقتها لاكتساب الخبرة وكيفية التعامل الأمني مع المواطنين. هذه الأمور يجب أن يعلم الجميع أنها تحتاج إلى وقت طويل، وعملية التنسيق فيما بين الأجهزة الأمنية أيضا تحتاج إلى غرف عمليات مستمرة ومشاركة فاعلة من قبل القيادات العليا في هذا التنسيق. عامين من التحرير ألا تكفي أستاذ نزار؟ عامين من التحرير لم تكفي حتى يتم التنسيق بين هذه الأجهزة وإعادة تأهيلها وترتيبها وعملها من جديد؟ لازلنا حتى الآن في إطار إنشاء أجهزة، فكيف بالإمكان أن تقول أنها كافية ما دمت أنت في مرحلة الإنشاء؟ فمرحلة الإنشاء غير مرحلة العمل المستمر لهذه الأجهزة التي ظلت لسنوات طويلة، والكل يعلم أن النظام السابق كانت لديه أجهزة ولديها خلل طويل جدا، وهي بنيت في سنوات طويلة، فهذه لا نريد أن تكرار الخطأ مرة أخرى وأن تبنى الأجهزة بطريقة معينة، لابد أن تكون الأجهزة مبنية بطريقة صحيحة بطريقة وطنية، ونتفق فيها مع الأستاذ فتحي في هذه النقطة أن هناك لابد أن تعاد هيكلة وتنظيم هذه الأجهزة بما يخدم الوطن فقط. طيب أستاذ نزار، لو تحدثنا عن الأجهزة الأمنية أقسام الشرطة المتواجدة الآن والتي قد تم تأهيلها وإعادتها وبدأ يعني الناس أو الموظفين أو المنتمين للجهات الأمنية في هذه الأقسام بمزاولة عملهم، وأيضا يعني المحاكم في محافظة عدن، ما الذي يقف عائق أمامكم من أن تفعل بالصورة الصحيحة؟ سمعنا بعض المكالمات الهاتفية وبعض التي نشرها الأستاذ فتحي وهو الآن يسمعني، هناك أيضا مدراء المديريات يشتكون من عدم مقابلة مدير الأمن ولا المحافظ.
هذا غير صحيح. المحافظ يلتقي دائما مع مدراء العموم المديريات ومكتبه مفتوح للجميع. نعم. أي شخص يدعي هذا الكلام أن يأتي غدا إلى المحافظة ويلتقي بالمحافظ. يعني التسجيلات التي نشرت أستاذ نزار، التسجيلات التي نشرت ونشرها الأستاذ فتحي بن الأزرق ليست صحيحة. ما هي؟ التسجيلات التي نشرت بصوت مدير إحدى المديريات بأنه لم يستطع أن يلتقي بمدير الأمن أكثر من مرة، يحاول التواصل ولم يستطيع الوصول إليه. أنا لا أنفي هذا الشيء، ولكن قد يكون هناك ظروف خارج إرادة المدير الأمن وعدم تواجده في العاصمة عدم في الفترة الماضية، فبكل التأكيد لن يلتقي فيه. نعم. لكن هو متواجد، عندما يكون متواجد في العاصمة عدن هو أساسا ستجده في الشارع، ممكن تلاقي فجأة. نعم. في أحد طيب. المديريات. نعم. طيب أستاذ نزار، أعود بهذه الجزئية ونغلقها مع الأستاذ فتحي. أستاذ فتحي، إذن يقول الأستاذ نزار بأن من أراد أن يلتقي بمدير الأمن أو المحافظ بكل سهولة وبكل يسر، وبإمكانك أن تلتقي فيهم حتى في الشارع. إذن كيف يمكن أن نفهم ما نشرته على صفحتك من تصريحات لبعض مدراء مديريات محافظة عدن وهم يشتكون من عدم استطاعتهم أن الالتقاء بمدير الأمن؟ هو الحقيقة أن مدير الأمن متعاون جدا في الكثير من القضايا، هذا أمر أنا شخصيا لا أنفيه بالمطلق، لكن التسجيل الذي نشرته أنا كان تسجيل صحيح وكان يتحدث عن واقعة حدثت في خور مكسر. لم نستطع أن نصل إلى مدير الأمن لكي نسأله لماذا لم يستطع اللقاء، ربما له ظروف خاصة ونحن نعذر في هذا، لكن في الأخير الأمر ليس متصل بأن فلان من الناس يريد أن يلتقي فلان من الناس أو أن المشكلة هي في لقاء شخص معين. هؤلاء مدراء مديريات أستاذ فتحي، ليس مواطن عادي أستاذ فتحي، هذا ليس مواطن عادي، هذا مدير مديرية. نعم. يعني نعم. القانون إذا كان مفعل بشكل صحيح، إذا كانت الشرط مفعلة بشكل صحيح، إذا كانت هناك منظومة أمنية تشتغل بشكل صحيح، فأنا شخصيا أرى أنه لن يحتاج الناس لا للقاء المحافظ ولا للقاء مدير أمن عدن ولا لقاء رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء. إذا فعلت الأجهزة الأمنية، إذا فعلت الأجهزة التنفيذية بشكل صحيح، الناس ليست بحاجة للقاء فلان أو علان من الناس. لكن الموجود في عدن، لماذا الناس تبحث أو في الغالب تبحث عن لقاء المحافظ أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء؟ بسبب عدم وجود الأجهزة التنفيذية البسيطة الصغيرة. هذه الأجهزة الصغيرة مثل الشرطة، المحاكم، القضاء، النيابة، ليست موجودة، فلذلك الناس يبحثون عن المسؤول الكبير لكي يلتقون فيه. لذلك مطلبنا ومطلب الأستاذ نزار ومطلب الجميع في عدن أن تفعل أجهزة القضاء والنيابات والشرط وكل هذه الأشياء، كل هذه الأجهزة تعمل وفق آلية محددة ومنظمة وموحدة. إذا اشتغلت كل هذه الأجهزة فالناس لن يطلبوا أن يلتقوا لا مدير أمن ولا محافظ ولا رئيس جمهورية ولا غيره. نعم. ستسير الأمور بشكل طبيعي مثل أي دولة أخرى. نعم. هذا هو مطلبنا. طيب أستاذ فتحي، نشرك معنا في الحديث أيضا من عدن الأستاذ عيسى الثريب، رئيس دائرة التأهيل بنادي قضاة اليمن. مساء الخير سيد عيسى. حابب بس أصحح شوية، القاضي عيسى. مرحبا بك يا قاضي. نعم. القاضي عيسى الثريب، مدير مكتب النائب العام، رئيس دائرة التأهيل والتدريب بنادي قضاة اليمن. أهلا ومرحبا بك سيادة القاضي. في البداية، ما الذي يمنع الجهاز القضائي في عدن من استئناف عمله وحل قضايا الناس؟ أولا أرحب بكم وأشكر الالتفات الكريمة لقناة بلقيس على اهتمامها بدور القضاء وأهميته، لأن القضاء فعلا مهم في تطبيع الحياة العامة وعودتها إلى طبيعتها بحل مشاكل الناس. أما إن عدم وجود الأجهزة الأمنية والقضاء يسبب احتقان. أما الأسباب هي متعددة. أولا جميع المباني القضائية متضررة في محافظة عدن، لا يوجد مبنى سليم. عادة المحاكم والنيابات للعمل بشكل مناوبة وحل القضايا المستعجلة، والنيابات بدأت تداوم في إدارة البحث الجنائي عدن، إلا أنه نتيجة لعدم استيعاب دور القضاء وأهميته واستقلاله. يعني مثل عدم تقبل أوامر القضاء بالإفراج. نعم. عن السجناء. إذا تحدثنا بصورة أوضح سيادة القاضي، إذا تحدثنا بصورة أوضح، من يعرقل عودة
أجهزة القضاء لمهامها في عدن، والآن سنتين منذ تحرير عدن. هي الآن هذا يتطلب مسؤولية الجميع. الآن مجلس القضاء عاد للعمل وأصدر بيان قبل حوالي 4 أيام أو 5 أيام وطلب ضرورة احترام القضاء واستقلاله، وأنه من أجل أن يعود لعمله مباشرة مهامه والابتعاد عن الزج بالسياسة، وأيضا أن ترتب أن تم تكليف بناء على ذلك رؤساء نيابة محاكم الاستئناف بالنزول للسجون ومراقبة مشروعية الحبس والإفراج عن أي مستجز بصورة غير قانونية. نعم. وأن يتم رفع التقارير الدورية للنائب العام ولمجلس القضاء. نعم. في هذا الشأن. حجم الخطورة التي حجم الخطورة التي ستلحق بعدن وأيضا المحافظة المحررة إذا ما استمر الجهاز القضائي بيعمل بهذه الصورة الباهتة وعدم الحضور أيضا في المحافظات الأخرى. شوف هذه تحتاج تكاتف من الجميع طبيعة المرحلة. أولا يحتاج مسألة عودة القضاء إلى توفير الإمكانيات المادية، توفير البنى التحتية، توفير أماكن بديلة، توفير حماية للقضاء، إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية والأجهزة الأمنية بصورة صحيحة، إعطاء لمن ألحقوا من المقاومة بالشرطة دورات تأهيلية وتدريبية في مسألة تنفيذ الأوامر القضائية وأهمية القضاء واستقلاله واحترام أوامره. يعني هذه الأمور مترتبة بعضها على بعض. بعد ذلك يحتاج الأمر هو مسؤولية الجميع بلا شك، ويجب على الجميع أن يتكاتف في حلها، ويجب أيضا أن يتم إخضاع جميع السجون وجميع الأجهزة الأمنية أن تخضع سجونها وتفتحها أمام القضاء للتفتيش. نعم. هل أنتم مستعدون نعم سيادة القاضي، هل أنتم مستعدون الآن إذا ما تم فتح لكم السجون وأقسام الشرطة للتحقيق والبت في قضايا هؤلاء الموقوفين أو المعتقلين في هذه السجون، أنتم جاهزون لهذه المهمة؟ أكيد القضاء بيكونوا جاهزين عندما تتوفر لهم جميع الإمكانيات والحمايات الأمنية للمقرات والحمايات الشخصية. بعد ذلك القضاء لن يكون أمامهم مانع من مزاولة مهامهم، وهم زاولوا مهامهم في فترة صعبة وفي فترة حرجة وتعرضوا لما تعرضوا إليه وبسبب ما تعرضوا إليه أو أحجموا عن العمل. هل التقيتم بالسلطة المحلية بالحكومة وطالبتم منهم مطالبكم من أجل عودتكم وتأمين حمايتكم من أجل الشروع في حل قضايا الناس؟ في النهاية القضاء سلطة مركزية مستقلة واحدة أركان الشرعية الدستورية، يعني أركان الدولة ثلاث أو أركان السلطة ثلاث، السلطة التشريعية وتنفيذية وقضائية. نعم قضائية. نعم. وبالتالي السلطة القضائية سلطة مستقلة بحد ذاتها، ويفترض أن يكون وبالتأكيد أن القضاء في طور التواصل مع الأجهزة المعنية مع الرئاسة ومع الحكومة ومع السلطات المحلية بشأن ذلك، وقد توجه أو قد توجه فخامة الرئيس بتوفير مبنى المياه للسلطة القضائية من أجل استئناف العمل، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يتم تسليمه إلى السلطة القضائية من أجل استئناف الأعمال، وبالتالي نعم سيادة القاضي. نعم سيادة القاضي، إذن يعني كلامك واضح. هل ممكن نفهم ويفهم المواطن والمتابع الآن في عدن من الذي يقف معرقل لعدم لعودتكم أنتم لممارسة مهامكم وحل قضايا الناس بصورة واضحة؟ ما استطيعش إلقاء اللوم على حد، ولا نحن في صدد إلقاء اللوم على حد. نحن نطلب من الجميع أن يكون متكاتف ويدا واحدة من أجل عودة لا نلقي اللوم، ولكن طيب نعم سيادة القاضي الآن من هم معتقلين؟ من هم معتقلين الآن في سيادة القاضي اسمح لي ومعذرة على المقاطعة، الآن كما تعلم الآن يعني سنتين وهناك من هم موقوفين على ربما ليس لهم أي قضايا وربما حالة اشتباه وربما البعض ليس له أي تهم، وهو الآن في السجن السبب عدم وجود المحاكم التي تفصل بقضايا هؤلاء الناس. الأسر كل يوم وقفات احتجاجية، كل يوم تشكي، كل يوم تبكي. من الضرورة المكان أن تعود المحاكم وأن تعود الأجهزة الأمنية لعملها بصورة كاملة وبشكل متناغم ومتناسق، مما يؤدي إلى تطبيع الحياة العامة وانتشار السكينة العامة في المجتمع، ولكن هذا مرهون. نحن قمنا نحلل المشكلة
ونلقي الضوء على معاناة القضاء ومعاناة الأجهزة الأمنية. إذا لابد على الجميع أن يتكاتف في هذه المرحلة و نعم. يعني إذا الآن أنتم لازلتم أنتم نعم سادة القاضي واحدة تلو الأخرى نعم إذا أنتم لازلتم الآن تبحثون أيضا عن تسوية وضعكم أنتم كقضاء وبعدين ممكن تبدأوا بحل قضايا الناس، هذا ما فهمت من كلامك. يعني هو مش تسوية وضع خاص، والآن البحث عن تسوية أو إيجاد مناخ مناسب للعمل. نعم طيب طيب سيادة القاضي عيسى الثريب رئيس دائرة التأهيل والتدريب بنادي القضاء ومدير مكتب النائب العام، شكرا جزيلا لك سيادة القاضي لمشاركتك معنا. وقبل العودة للأستاذ نزار هيثم والأستاذ فتحي بن الأزرق نذهب الآن لمتابعة هذه المادة المعلوماتية، أعدها الزميل وديع عطا عن دواعي القلق الشعبي من الوضع الأمني وأيضا غياب الجهاز القضائي في عدن، ومن ثم نكمل النقاش القوم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأعود للأستاذ نزار هيثم المتحدث باسم محافظة عدن. أستاذ نزار، إذا القاضي عيسى الثريب يقول بأنهم في السلطة القضائية يبحثون عن توفير حماية أمنية لهم وتوفير أيضا البيئة المناسبة لهم في المحاكم، وهم مستعدون لمزاولة عملهم. هل أنتم في السلطة المحلية فعلا غير قادرون على توفير الحماية والترتيب الأمني لهؤلاء القضاة للبث في قضايا الناس؟ هذا غير صحيح. نحن أول من بادر بحماية القضاء وأيضا وكالة النيابة، وللأسف البعض يتجاهل أنهم يعملون حاليا على أرض الواقع، وبإمكانكم النزول إلى المحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف في ما هي القضايا التي تم البت فيها أستاذ نزار حتى تقول بأنهم يمارسون عملهم؟ نعم قضايا تهم المواطن، وهذا ما يهمنا. نعم. المواطن هو الأساس في خدمته. القضاء متواجد حاليا للفصل ما بين القضايا التي تهم المواطنين، وهذا ما يهمنا حاليا. مسألة المبنى الذي يجمع القضاء، حاليا هناك مبنى متفق عليها أن يتم تجهيزه وترميمه، وأعتقد الكل يعلم أنه المبنى الذي كان تابع لمؤسسة المياه في عدن، وهذه تضحية من مؤسسات السلطة المحلية وأيضا المياه لتسهيل عملية القضاء. فمن يحاول أن يربط هناك أي إعاقة من السلطة المحلية للجانب القضاء هو للأسف يحاول أن يعكس الموضوع بطريقة خاطئة. نعم طيب أستاذ نزار، من منطلق السلطة المحلية والأمن، الكل مع حقوق المواطنين، الكل مع أن تعاد بالفعل تفعيل المحاكم وإخراج الأبرياء من السجون، ولكن بنفس الوقت واهم من يعتقد أن الأمن سيتوانى ولو للحظة عن حماية المواطنين وذك أو كار الإرهاب. الكل يعلم أنه هو الخطر. لا يلومكم أحد أستاذ نزار. نعم ربما لا يلوم أحد الجهات الأمنية
يعني في تتبع خلايا إرهاب أو من لهم صلة بالإرهاب أو يحاولون إقلاق الأمن والسكينة في محافظة عدن، لكن الناس هناك أرقام كبيرة جدا في السجون، ناس ليس لهم أي ذنب. اسمح لي وأعود للأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، الأستاذ نزار يقول المحاكم تمارس مهامها ويبتوا في قضايا الناس، ما رأيك أنت؟ للتوضيح فقط، إن كان الأخ نزار هيثم لا يعلم ما هي الدوائر القضائية العاملة في عدن، سأوضح له وأوضح للإخوة الكرام. الدوائر القضائية العاملة في عدن هي المحكمة التجارية، وهي تقوم بأعمال فصل بين التجار حاليا، وتعتمد في عملية الفصل على عملية التحكيم في الأغلب، يعني التحكيم بين التجار للفصل المنازعات. هناك بعض المحاكم التي تعمل وتعمل في إطار التوثيق للحالات الشخصية، لحالات الزواج، العقد والفسخ وخلافة، أمور الأحوال الشخصية فقط. لكن المهم في الأمر هو القضايا الجنائية. القضايا الجنائية هي محور عمود أي مجتمع يريد أن يتقدم، يريد أن يستقر بشكل جيد، يجب أن تفعل النيابة الجزائية، محكمة جزائية. وعلى فكرة هناك في عدن محكمة جزائية متخصصة في قضايا الإرهاب ومقرها الصولبان، وهناك نيابة جزائية في نفس المحكمة، وتعقد جلساتها كانت أيضا في مدينة الشعب. والكل يعرف قبل عدن أن هذه المحكمة كانت فاعلة وأصدرت عشرات الأحكام. المطلوب هو تفعيل النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية في قضايا الإرهاب، والمطلوب في القضايا الجنائية تفعيل درجات التقاضي في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في عدن. هذه الأمور إذا فصل فيها فالأمر القضائي سيستقر في عدن، لأننا لسنا بحاجة أساساً إلى إصدار أحكام المحكمة العليا في صنعاء، لأن الوضع منفصل نوعاً ما. لكن يمكن الاكتفاء على الأقل في الوضع الحالي بإحكام المحكمة الابتدائية. صحيح. هناك السجن المركزي في المنصورة يوجد فيه الآلاف، وهناك بحث جنائي، هناك نيابات، هناك المئات من الكوادر القضائية، هم تحدثنا إليهم وقالوا أنهم يملكون القدرة العمل. ربما هناك مخاطر أمنية وهذا أمر لا يمكن إنكاره، لكن الكل مستعد على التضحية، لأن في الأخير هذا البلد لن تنهض إلا بالتضحية. نعم. أنا شخصيا لا أحمل السلطة المحلية وحدها المسؤولية، لكن هي مثل ما أسلفت هي مسؤولية ثلاث أطراف: الحكومة. نعم. الشرعية والسلطة المحلية، وربما التحالف إذا ضغط بشكل إيجابي على هذه الأطراف ربما يجب التفعيل. لذلك يجب أن أعترف جميعا أنه لن تتحرك عدن إلى الأمام إلا بتفعيل القضاء. نعم أستاذ فتحي. والنيابة. نعم أستاذ فتحي. نعم لضيق الوقت، اسمح لي لضيق الوقت، بقى دقيقة سأقسمها نصف دقيقة لك ونصف دقيقة للأستاذ نزار إذا كان له أي تعليق. لكن البدائل التي يلجأ إليها المواطن في حال استمر الوضع بهذه الصورة في عدن الأمني والقضائي لحل مشاكلهم ونزاعاتهم، ما هي البدائل من وجهة نظرك؟ للأسف الشديد حاليا الناس تلجأ إلى الأعراف، وأنا شخصيا كصحفي اطلعت على عشرات القضايا أو عدد من القضايا، بينها قضايا قتل حلت بطريقة عرفية، وهذا شيء للأسف الشديد مخيف أن تتحول عدن فيها بعض الكثير من القضايا إلى الطريقة العرفية. لذلك كلمة الأخيرة هي نعم للسلطة المحلية، يجب أن تتحرك السلطة المحلية وتتحرك الحكومة الشرعية، ونتحرك حتى نحن أنفسنا كإعلاميين للضغط لتفعيل المحاكم والشرط والنيابات. وبإذن الله عدن حاليا وضعها مستقر، وبإذن الله تزدهر. نعم. كلنا إلى جانب السلطة المحلية، كلنا إلى جانب إدارة الأمن، وكلنا إلى جانب الحكومة الشرعية لما فيها مصلحة العام. نعم أستاذ نزار هيثم، نصف دقيقة لك إذا كان لك أي تعليق نختم به، تفضل. أنا أتفق مع الجميع أن هناك العمل تكاملي فيما بين السلطة المحلية وأيضا المجتمع والإعلام، الإعلام الهادف الذي يبني المجتمعات، ليس الإعلام الذي يحاول أن يدمر المجتمع. هذه رسالة عبركم ونوصلها للجميع. هناك أطراف للأسف حزبية لا زالت تسعى إلى أن يظل الوضع في عدن غير مستقر، وهذا لا أعلم ما هي مصلحتهم، لكن نسأل الله لهم الهداية. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم محافظة عدن نزار هيثم، والشكر أيضا للأستاذ فتحي بن الأزرق. وقبل أن نشكر جميع الضيوف نذهب الآن لمتابعة تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات من صديق البرنامج الأخ ناصر العمروط، يعلق: تفعيل الجهاز القضائي يبدأ الرئيس هادي باستطاعته تعيين نائب عام وتفعيل النيابة والمحاكم والبت بكل القضايا. الأخ ناصر العمروط
أيضا تعليق آخر من صديق البرنامج والأخت بلقيس اليماني تعلق: تعزيز دور الأمن والسلطة المحلية وإبعادهما عن سيطرة الأشخاص والجماعات من أهم العوامل لترسيخ الأمن في المدينة. أيضا تعليق آخر من أصدقاء البرنامج، الأخ علاء السفياني يعلق بالقول: إذا وجدت النية الصادقة والعمل الجاد لتفعيل هذه الأجهزة الضرورية من قبل السلطات المعنية حتما سنحقق ذلك، خصوصا أن هذه الإجراءات ستجد لها صدى واسع من قبل الشعب الذي يتطلع لتحقيق ذلك وسيعمل جنبا إلى جنب لتفعيل هذه الإجراءات. نختم برأي أخير من صديق البرنامج، الأخ نبيل الفقيه يعلق بكل بساطة: توزيع المدينة إلى مربعات أمنية وتكون قادة الأجهزة الأمنية على قدر عالي من الكفاءة والمسؤولية، وفرض أطواق أمنية على المدينة، وتكون الأطواق الأمنية مع المربعات على تنسيق تام وكامل تديره غرفة عمليات واحدة. نبيل الفقيه، ونكون بهذا الرأي قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين التي خصصناها عن الوضع الأمني والقضائي في محافظة عزن. شكرا جزيلا للصحفي فتحي بن لزرة كان معنا عبر السكايب من عدن، والشكر أيضا للمتحدث باسم محافظة عدن نزار هيثم، وكذلك الشكر أيضا للقاضي عيسى الثريب رئيس دائرة التأهيل بنادي قضاة اليمن ومدير مكتب النائب العام، وكذلك الشكر أيضا كنا نتمنى أن يكون معنا اللواء علي ناصر بن لخشع نائب وزير الداخلية، وكنا قد نسقنا معه لكن ربما لظرف ما لم يعني يتم التواصل معه. الشكر أيضا للزملاء في مكتب عدن على جهودهم اللي يبذلوها من أجل تسهيل كل مهام البرامج في القناة، والشكر أيضا لكم من معدة الحلقة الزميل ودي عطا، منتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، ومن كافة الطاقم الفني. في الختام تحياتي لكم بشير الحارثي، السلام عليكم ورحمة الله.